وضعك في الصورة غايتنا. السلام عليكم، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. في هذا الفيديو غادي نسمعوا شنو قال الشيخ النهاري اللي كيعزي جميع الشعوب العربية في وفاة ابننا ابن المغرب العميق ريان، وشنو قال على الجزائر والرسالة اللي وجه للجزائريين. نخليكم مع الفيديو، نتمنى تفعلوا معه بشكل كبير. ما تنسوش تدعمونا بلايك. الناس اللي مازال ما مشتركينش معنا يشتركوا ويفعلوا الجرس باش يوصلهم الجديد ديالنا دائما. حبست الأنفاس لكل الناس منتظرين قرار رب الناس في ريان الذي روى الأنفس العطشة وكانت عطشة لكثير من معاني الإنسانية والمحبة والتكافل والتعاون والتعاضد والاجتماع والتكافل، فكأن الله تعالى جاء بهذا الغلام في هذا الوقت تماما كيوسف الذي جمع الله به بين أخوته رغم ما كان بينهم من تحاسد، فجاء هذا الغلام لكي يجمع هذه الدول العربية على عدد أبناء سيدنا يعقوب، فلطالما تنابزوا وتحاسدوا وتدابروا على أمور سافلة هابطة ما كان لها أن تؤثر في الأخوة الإيمانية يأتي به الله تعالى لحكمة، وحكم الله تعالى باهرة. ترون إن شاء الله تعالى كيف صار المغرب مشد أنظار الدنيا كلها. كم هم الأطفال الذين عانوا في سوريا وفي اليمن وفي كل مكان، لكن الله تعالى أراد أن يذكر البشرية بمعاني الإنسانية في هذا الطفل خاصة ريان. اسمه يدل على أن الجنة بأبوابها الثمانية مميزة. الريان الذي يذكر بإذن الله تعالى بعطش الناس في رمضان، في شهر رجب الذي كان النبي يقول اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. هذا الطفل إن شاء الله تبارك وتعالى الذي جعل أحاسيس الناس كلها تتذكر شيئا يسمى الإنسانية. تتذكر إن شاء الله بريان أحضان الآباء فيذكرنا هذا الحدث بحقوق الوالدين علينا. كم تألمت الأم، كم تألم الأب. إنني حينما أرى سلة قذف فيها غلام يجهل مصدره ولا تعرف أمه أقول كم فسدت معاني الأمومة. فيأتي ريان لكي يذكر الناس بأن أعظم المعاني في هذه الحياة معاني الأمومة. ليس هنالك رحمة بعد رحمة الله تعالى من العباد من رحمة الوالدة بوالدها. وإني أذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم والسبي هكذا امرأة منهم تبحث عن غلام لها كاد عقلها أن يطيش، والصحابة يراقبون المنظر من بعيد. فلما وجدته والنبي يعلمنا بالأحداث قال أتراها وهي قادرة على أن لا تقذف ابنها في النار، هل تقذفه؟ قالوا هي يا رسول الله كاد عقلها أن يطيش، ما عرفت الراحة حتى وجدته فألصقته بصدرها. فقال صلى الله عليه وسلم يبين رحمة الأم بابنها، لله أرحم بعباد من رحمتها بولدها. فهي الرحمة العظمى من مخلوق لمخلوق تأتي مباشرة بعد رحمة رحم الراحمين بعباده. ريان ذكرنا أيضا أن هنالك إن شاء الله تبارك وتعالى مجتمع يسمى المجتمع المغربي الذي هب كله متكافلا، نسي كل ما كان يفرقه من أمور بسيطة، فاجتمع المغاربة كلهم متحلقين حول غاية واحدة. فكم تحتاج الأمة لمثل هذا الدرس العملي؟ وأنتم تعرفون أن الإسلام يتهم بأنه أصبح في زماننا شعارا فقط تلكه الألسن، لكن يأتي ريان لكي يحدث رجة في هذه القلوب المتسحرة، فإذا بها تنسى والعياذ بالله التنابز وتنسى الكثير من الخلافات التي يحسن من يديرها من يعير يريد أن يعيش والعياذ بالله الناس عكر صفو جو الأخوة. فيأتي ريان فيجمع المغاربة، فإذا بالألسن تلهج كلها بأنها إنما ريان هو ابننا كلنا.
جاء ريان لكي يذكر الناس 5 أيام تحت الأرض أننا بإذن الله في الجب كما هو في الجب. هو في جب حقيقي يحتاج من يخرجه، ولكن نحن في جب الفاحشة والمعصية والشهوة. فكما أننا نجتهد كمغاربة متوحدين من أجل إخراجه من الجب، فلنجتهد نحن أن نخرج من جب ما يسمى بتحكم الأهواء والنفس الأمارة فينا. فإنه إن تحكمت فيك النفس الأمارة صرت عبدا ترتكس في أسفل سافلين من دركات والعلبهيمية والانحدار الخلقي. فارتفعوا واخرجوا من جب الفاحشة، من جب عياذا بالله سوء الأخلاق، من جب الأهواء المتضاربة. ريان جاء يذكرنا أن هنالك أمة تسمى أمة الإسلام. كم تنابز المغاربة والجزائريون على أمور تافهة، الكرة جلدة فيها هواء استعملت والعياذ بالله من جملة الوسائل التي تستعمل لضرب الوحدة ولكي ينفخ في القلوب حتى يزداد التحاسد والتباغض. وهنالك إن شاء الله من يستفيد من ذلك. ألم تقرأوا قول الله تعالى في سورة المائدة: كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، أليس الله هو الذي يطفئ هذه النيران؟ أطفأها بريان الماء. والري هو أن ترتوي من الظمأ، فقد كان ريان مصدر ماء ملهم من الله ثم ألقي على نيران الفتن التي حاول البعض تأجيجها، فإذا بها تطفأ. وإذا بالشعب الجزائري يخبرني كثير منهم أن خطبة الجمعة في الجزائر شرقا وغربا شمالا وجنوبا كانت لريان. فكم من دموع هطلت على منابر رسول الله في الجزائر، وكم إن شاء الله من خير أحدثه الله تعالى في أضعف خلقه. إن الله يجعل الخير في أضعف الخلق. ثم هؤلاء المسلمون في الأرض كلها، أنا كنت أتتبع الجزيرة مباشر مع كل خطوة الخطوة، وإذا بالمسلمين في العالم يتحدثون سبحان الله بلسان واحد. اجتمعت الأفكار، توحدت الأمة. كم عمل أعداء الله تعالى لكي ينسوا الناس أمة تسمى الإسلام، وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، قالها الله في سورة الأنبياء. وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون، قالها الله في سورة المؤمنون. وإذا بالمولى يجليها حقيقة في بداية رجب، في بداية شهر من أشهر الحرم، في إشارة إلى أن الأمة هذه لا تموت. يمكن أن يهال التراب على فطرة الناس في غفلة من الزمن، لكن الله يأبى إلا أن يقول بلسان حال ريان: أمة محمد هي التي ورثت هذا الخير وستبقى هي حاملة الخير. وإن الله تعالى سبحانه يبرز أحسن ما فيها في مثل هذه الظروف. إن قضية ريان هي ليست قضية مجتمع المسلم فقط، هي قضية الإنسانية كلها. فطرة الإنسان فطرة الله التي فطر الناس عليها، إنها إن شاء الله تبارك وتنطق فطر الناس مسلمهم وغير مسلمهم، أبيضهم وأحمرهم، كلهم اجتمعوا حول هذا الاسم. يا الله، اسمحوا لي أقول هذه الخاطرة: أي خبيئة كانت لأمه وأبيه وهم مغمورون في مدشر من مداشر شمال المغرب في سلسلة جبال الريف أعتق السلاسل في العالم وأعقدها، أين كان هؤلاء؟ هل كان أحد يعرفهم؟ الله تعالى سبحانه عز وجل سخر لهم ألسنة الإعلام كلها ليعرفون. أصبح الرجل والوالد والوالدة اسمهم متلألئ في العالم كله. وأما ريان فلا تسأل، فهو عريس الزفة كلها. وأما عم علي سبحان الله، عم علي يؤتى به من الصحراء ويقوم بأعقد عملية للحفر، يأتي بكل الله 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 الله. ثم هؤلاء الشباب الذين تقاطروا هناك، منهم أطفال يقولون: أنا لا أريد النوم، أنا أريد أن أضحي بنفسي، أنا لا أريد أن يعيش ريان تحت الأرض، أنا أريد أن أضحي بنفسي حتى ولو هلكت فأنا لا أستطيب النوم وريان تحت الأرض.
ما هذا الخير المخبأ في قلوب الناس؟ إنها الفطرة السلوية، إنها الفطرة السوية، فهو إذن إن شاء الله تبارك وتعالى المشترك العالمي، مشترك الخيرية. قال تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ريان، يشاء ربك سبحانه عز وجل أن يقوم بإذن الله كل حسب تخصصه واختصاصه بما لزمه من الجهود من أجل إنقاذه. فأقول لهم: جزاكم الله خيرا يا من عمل من قريب أو بعيد في عمليات إنقاذ الطفل، والله ما قصرتم، ووالله إن الله يجزيكم الجزاء الأوفى. هذه العيون التي لم تنم 5 أيام متتابعة، القوات المساعدة، رجال الإنقاذ، المهندسون، الطبوغرافيون، الأطباء، الممرضون، الشعب، الشباب، الشيوخ، النساء، هنيئا لكم، جزاكم الله. ملحمة، وأي ملحمة؟ ملحمة خير، ملحمة تعاون، ملحمة تكافل. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أي خير هذا؟ أي رحمة هذه؟ جزاكم الله خيرا، أحسن الله إليكم، رفع الله قدركم. هو امتحان، امتحننا الله، وقد نجحت في الامتحان. نعم ريان قضى، لكن قضاء الله نافذ، وإنها آجال مضروبة، فلن تستطيعوا أبدا أن تحققوا إلا ما يقدره الله. درس من هذا: ألا تروا أن الله تجلى عليكم من خلال ريان قائلا لكم بلسان الحال: اجتمعتم أيها البشر كلكم بآلياتكم، بمختصيكم، بمهندسيكم، أردت إن شاء الله إنقاذه حيا، فهل استطعتم؟ لا والله، ربكم 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 دعونا الله، قمنا بكل الأسباب فما استطعنا. أي درس هذا؟ قال عليه الصلاة والسلام في حديث رواه أبو العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كنت غلاما فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، إذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لن يضروك بشيء إلا بشيء كتبه الله عليك. رفعت الأقلام، جفت الصحف، أنتم كان عليكم إلا أن تقوموا بما أوجبكم الله عليه، فأنتم مجزيون، مأجورون. أما قدر الله نافذ، قدر الله نافذ. الدرس الذي من بعده واسمه: قد يحزن الناس ويبكي الناس. نعم، حزن النبي وبكى، بكى نبيكم وهو سيد الخلق، وإبراهيم يقعقع بين يديه 16 شهرا فيموت بين يدي رسول الله، فيبكي النبي فيقول عبد الرحمن: يا إيه يا رسول الله؟ كأنه يستدرك على النبي، كأنه يقول: أولا تصبر؟ ألست أنت معلمنا في الصبر؟ فيقول: لا، هذه رحمة أودعها الله قلوب الرحماء، ابكي ابكي، إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، فنحن على فراقك يا ريان لمحزونون، ولكن لا نقول إلا ما يرضي ربنا، الحمد لله على قضاء الله، وإنا لله وإنا إليه راجعون. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون. أي خير بعد ذلك تناله إذا قلت ذلك وسلمت لربك؟ أولئك عليهم صلوات من ربك. الله يصلي عليك أيها الصابر. ومعنى يصلي عليك: يصلك بخيره وتوفيقه ومغفرته ورحمته وبركاته وتحننه ومننه وفضله، كله كله، ثم ورحمة، ثم أولئك هم المهتدون. هذا للشعب المغربي كله. أما للأبوين فأقول لهما ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله ما أعطى وله ما أخذ، وكل شيء عنده بأجل مسمى. فأسأل الله تعالى أن يأجركم في مصيبكم،
ويخلفكم خير من ذلك، وأتوقف معكم وقفة ومع رسول الله كيف يبشركم في مثل مصابكم هذا. إن النبي أخبرنا عليه الصلاة والسلام أنه حينما يأخذ الله ولد أبوين فيرسل ملائكة في ذلك اليوم إلى الأبوين، فيأتيه من يعزيه فيسجلون كيف يرد على المعزين، فيرتفعون بعد دفن هذا الغلام، فيخاطب الله في الملأ الأعلى الملائكة الحاضرين مع أصحاب المصيبة، فيسألهم ربهم: أخذتم ولد عبدي؟ أخذتم ريان؟ قالوا: نعم أخذناه وأنت أعلم. قال: أخذتم ثمرة فؤاده؟ أكلها بتكرة ثمرة، اديتوا له القلب دياله الكبدة بتاعه. قالوا: إيه نعم يا رب وأنت أعلم. قال: جاءه المعزون؟ نعم وأنت أعلم. عزاه الناس؟ نعم وأنت أعلم. بماذا كان يرد؟ قال: حمد الله واسترجع. كان يحمدك ويسترجع، يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. قال الله: يا ملائكتي ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. أنتم عرسان هذه الليلة يا والد ريان، أنتم عرسان هذه الليلة، لقد بني لكم بيت في الجنة اسمه بيت الحمد. ثم لا تسألون بعد ذلك ولا تتصورون ولا تدركون كنها الدعوات التي تأتيكم من المسلمين في الدنيا كلها. ما عرفت أحدا سيعزى كما عزيتم أنتم، فإن مقدار المخلوقات التي تدعو لكم وتدعو لابنكم هي عظيمة وقد سبقتها أدعية للنجاة. فقضى ربك أن يقبضه، والخير فيما اختار الله سبحانه عز وجل، سبحانه عز وجل، سبحانه عز وجل. فلتصبروا ولتحتسبوا. إنني أذكر في هذه المسألة حادثة، هي أم سليم رضي الله عنها زوجة أبي طلحة، خرج يعمل وترك ابنه مريضا فمات في غيبته، فتصنعت له وهيأت له طعاما، ثم غسلته وسجته حتى إذا طعم ونال منها ما ينال الزوج من زوجته. وعند الصباح قالت له وهو في طريقه لتأدية الصلاة الصبح مع رسول الله، قالت: على رسلك يا أبا طلحة، قبل أن تذهب للصلاة أنا سائلك سؤالا. قال: سلي. قال: إن الجيران الذي استودعونا أمانتهم أرادوا استرجاعها وأنا لا أريد أن أردها. قال: ويحك، أهل الوديعة أحق برد وديعتهم. قالت: عظم الله أجرك في وديعة الله عندك، فقد أخذ صاحب الوديعة وديعته. قال: بعد أن طلقت امرأة لا أشكونك إلى رسول الله. فصلى الصبح وهو حزين، فشكى إلى رسول الله ما صنعت الرميساء مع ابنها، فابتسم النبي ابتسامة الراضي فقال: اللهم بارك لهما في ليلتهما. فرزقهم الله بعد الغلام 10 كلهم حمل القرآن وجاهدوا في سبيل الله. هكذا يستقبل الرضا، ومن سخط فله السخط. فنحن راضون بقضاء الله، مستبشرون والحمد لله، عالمون أن ما يكون في الكون إلا بتدبير الله. والله امتحن المغاربة كلهم في ريان لكي يعلموا أنه لن يرفع كورونا إلا هو، ولن يرد الحياة الطبيعية إلى حالة إلا هو، ولن يفتح الله تعالى من خزائنه للخلق ما يشاء إلا هو، ولا يمسك ما أراد من رحمات على الخلق إلا هو. فهو من ينبغي أن ينطرح الناس عند بابه، فلا إله لنا غيرك ندعوه، ولا رب لنا سواك نرجوه، لكي تؤلف بين القلوب وتجمع الأمة على الخير، وأن تمطرنا وأن تغيثنا من السماء غيثا يحيي الأرض التي ماتت. فإن اسم ريان يوحي إلى الماء، يوحي إلى الخير، وإن الماء مصدر الحياة. فإن كان الري بالنسبة للأرض ماء، فإن الري للقلوب هو وحيا، وكلاهما ينزلان من السماء. وقد جمع الله بين الماء النازل من السماء لإحياء الأرض، والوحي المنزل من السماء لإحياء القلوب. إذن فنحن نعزي هذه العائلة، ونعزي الشعب المغربي، ونعزي كل المسلمين، ونقول: اطمئنوا إن شاء الله، اطمئنوا. كلمة لريان في الأخير: يا ابني يا ريان،
يا ابني يا ريان، لا تظنن أنك ابن أبويك، لا، لقد جعلك الله ابنا للمسلمين كلهم، لقد أكرمك الله ورفع ذكرك وجعل لسانك، جعل اسمك على كل لسان. أي خبيئة كانت عند والديك حتى صرت علما من أعلام الدنيا وضعموس من ضعامس الجنة. ريان الآن حينما كتب الله له أن ينتقل بعد هذا الابتلاء وراجت صورك في العالم وأنت في الأرض، في بطن الأرض التي نعود إليها جميعا، صغير خموش في وجهك، لكن يبدو عليك علامة الثبات، تبدو عليك علامة الاطمئنان. من الذي كان يطمئنك؟ إننا كنا نرى أنك في آلام، لكنكم لم تكونوا ترون ما يحيطه الله من عناية ورعاية. إن سيدنا يوسف لما ألقي في الجب جاءه الوحي قال لا تخف، لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. هو ماشي نبي، ويأتيه الإلهام، ستكون في هذا البئر بإذن الله تبارك وتعالى محاطا بالرعاية والعناية. فكان محاطا بعناية الله ورعايته، نعم، ثم انتقل من ذلك الجب إلى علياء السماء، السماء السابعة. تعرفوا فين يمشوا ولا ما تعرفوش؟ واش تعرفوا؟ ثلاثة كيموتوا يمشوا للجنة مباشرة، شكون هما؟ شكون هما اللي غير يموتوا يمشوا للجنة مباشرة أرواحهم؟ لأن الموتى كاين الميت اللي يموت يمشي للسجين، الله يعفو علينا وعليه، هذا ماشي مزيانين. وكاين اللي كيمشيو للعليين هما المؤمنين، ولكن شي واحد يمشيو ديريكت للجنة كيموتوا، شكون هما؟ شكون هما؟ النبيون أرواحهم مباشرة إلى الجنة. الله 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 الله. الشهداء في حواصل طيور الخضر في الجنة يمرحون يسرحون، من ثمارها يأكلون ومن مياهها يشربون. وزيد شكون خرج الله تبارك وتعالى. المهم الشهداء يكونوا الصديقين هم سياد الشهداء، ولكن المهم شكون اخرين؟ الصبيان مباشرة إلى الجنة. إذا ماتوا يكونون في السماء السابعة مع إبراهيم. ولذلك حينما ندعو لهم إن شاء الله تعالى نصلوا على الجنة، ما ندعوش لا 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 الآخر، ما نقولوش الله يغفر له، لا، هو ما هو لم يصل إلى سن التكليف، واش نقولوا؟ نقولوا إن شاء الله تبارك وتعالى اللهم اغفر لي والدي وكذا وكذا وكذا، اللهم ألحقه بأبينا إبراهيم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما صعد في المعراج وجد سيدنا إبراهيم عند السماء السابعة قد أسند ظهره على البيت المعمور ومعه أطفال كثر. قيل من هذا؟ قال هذا أبوك إبراهيم، وهذا البيت المعمور، وهؤلاء. قال أموات الناس من أطفال وصبيان ماتوا قبل بلوغ سن التكليف. أما البشرى الأخرى بالنسبة للأبوين فإنكم ما صبرتم على ابنكم إلا وسيكون لكم يوم القيامة حجابا من النار، سيشفعه الله فيكما، سيأتي يوم القيامة ويأخذ بحجزكما كما قال النبي، ولن يرتاح حتى يصعد بكما إلى أعلى جنان الخلد. الله 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 الله. واحد الحديث مؤثر تاع النبي صلى الله عليه وسلم، قالهم يا ودي اللي ماتلو زوج ولاد ولا ثلاثة فصبر عليهم يكونون له حجابا من النار. قالوا اثنان، قال اثنان، قالوا واحد، قال حتى واحد. وعائشة لم ترزق الولد، فقالت يا صلى الله ومن لم يمت له أحد، ما عطلوش ربي الولاد. احنا واش وعدنا احنا؟ قالوا أما من لم يرزق الولد فإن الله يعطيه إذا صبر أجر مصيبته في رسول الله، بحال اللي نبي ولده، بحال اللي ماتلو نبي ليه. اختر إن شاء الله اللي ماتلو الوليدات واصبر عليهم مرضى هم حجابه من النار، ومن لم يرزق الولد وصبر على ذلك ورضي من الله تعالى ما فيه الخير فما يقضيه الله هو الخير. هناك بإذن الله تبارك وتعالى تسأل عائشة نيابة عن كل من لم يرزق الولد واللي ما عطالوش ربي، قال لها
ذلك يعطيه الله أجر مصيبته في حبيبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله. فاللهم يا رب اسكب السكينة على أبوي. أمين. اللهم يا رب املأ قلبهم وجوفهم أمنا وأمانا. أمين. اللهم يا رب أكرمهما لا تهنهما. أمين. أعطيهما لا تحرمهما. أمين. اللهم أجرهما في مصابهما. أمين. واخلفهم خيرا من ذلك. أمين. اللهم يا ربي أرضهما وارض عنهما. أمين. اللهم يا رب اجعلهما من أهل بيت الحمد في الجنة. أمين. اللهم اجعله يا رب هذا الغلام شفيعا لهما. أمين. وحجابا لهما من النار. أسأل الله تعالى سبحانه وعز وجل أن يعظم لهم الأجر. أسأل الله تعالى أن يجعلهم هذه الليلة ممن يصلي الله عليهم كثيرا ويرحمهم كثيرا ويجعلكم من المهتدين كما وعدكم الرسول كما وعدكم الله في كتابه. أسأل الله لأهله جميعا أعمامه وأقربائه ولمجشره في الشاون تلك المدينة التي أصبحت معلومة معروفة في الدنيا كلها بعد أن لم تكن قد عرفت من قبل، وإني أتوقع لها مستقبلا طيبا سيزورها الناس كلهم لأن الله عرفها بريان وبتلك الأسرة إن شاء الله تعالى. تلك المنطقة في الشاون أرفع لهم القبعة وأقول لهم جزاكم الله خير على تلاحمكم وعلى كرمكم. هناك من ينفق المال، هناك من يدعو، هنالك من يتوسل إلى الله، هنالك من ظلت عيناه مفتحتان تنتظر الخبر السار يخرج من البئر. ما أكرمكم أيها الشعب الطيب، ما أعظمكم، ما أجلكم يا أيها الشعب المغربي الطيب. عظم الله أجرك في ابنك ريان. يا أيها المسلمون عظم الله أجركم في ابنكم ريان. يا من يعرف قيمة الإنسانية ووقف مع هذا الحدث يقف مع الإنسان، قال تعالى ونحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. هكذا جزاكم الله خيرا، أحسن الله إليكم. وأنا باسم الشعب المغربي إذا سمح لي أقول للشعوب الإسلامية كلها بارك الله فيكم، لا أراكم الله مكروها في من تحبون، جمع الله شملكم، أيدكم ربكم، أكرمكم ربكم، صب عليكم من فضله، صب عليكم من رحمته، جزاكم الله خيرا. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تستطيعوا مكافأته فادعوا له. لا نستطيع أبدا مكافأتكم على وقفتكم وحسن تسليتكم ومتابعتكم لهذه القضية، فجزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم. نسأل الله تبارك وتعالى سبحانه عز وجل لهؤلاء الذين سهروا وقاموا بكل الأعمال، أنا لا أخصص طوبوغرافيين، جيولوجيين، مهندسين، أطباء، ممرضين، قوات مساعدة، قوات الدرك الملكي، الحكومة المغربية، الشعب المغربي، كلهم كلهم أبدوا تعاطفا وانصهرت أعمالهم في بوتقة واحدة تجسد فيها صورة رائعة من صور التكافل والتمازج والتعاون والتساند على هذا الخير، فجزاكم الله خيرا كلكم، واعلموا أن الله لا يضيع أجر المحسنين. كان هذا هو الفيديو ديال اليوم، خليوا لي الرأي ديالكم في التعليقات، مش بخلوش عليا بالرأي ديالكم. الناس اللي مازال ما مشتركينش معنا شاركوا وفعلوا الجرس باش يوصلهم الجديد ديالنا دائما. شكرا لأي واحد كيدعم المحتوى ديالنا، وكيف العادة نشوفوا فيديو جديد وديما مغرب.